التسريع في استخراج الوثائق والقضاء على طوابير الانتظار يراه مواطنو بلدية سيدي راشد في ولاية قسنطينة بالأمر غير المطبق على أرض الواقع من خلال المعاملات والتأخر في تسلم الوثائق من قبل العاملين على الإدارة. راح نسهروا على باه يديو لاس دو ساحم، يعني في خلال شهر هذا راح نقضيو على الأزمة هذه بإذن الله، لأن المشكل موش عندنا احنا، المشكل في الاستمارة هو نفس العدد كما كان يجيبك اللي كان يجينا في السابق، لكن لكثرة الطلبات يحسوا الناس باللي كاين نقص. صحيح هو كاين تأخر، يعني باه نمدوها ما نمدوهاش كما كنا نمدوها سير بلاس. تأخر ولا مبالاة يرجعها القائمون على الإدارة لكثرة الطلبات. الأسدوس نهار كاين نهار ما كانش، كنا نحكيو ما كانش، يعني ماهيش موفرة 100%، كان واحد 10-15% موفرة، هذه هي الأسدوس. أه؟ يقول لك لازم يحتاجينا من الجزائر، يقول لك تجي الورقة من الجزائر الأسدوس هذيك ما نقدروا نخدموا لكم. شهرين وعشر أيام من أوت سبتمبر أكتوبر أو راه يخلص أكتوبر، مازلت ما زيتهاش، يعني مكوفر. اني ماركي مازال ما على باليش تاو ندفع اللي تخدمها ناس. تقول لك ما تهضرش معايا شاف سيرفيس او في السبيطار اللي هنا في البيرو من هنا، اقسم بالله تقول تهضر مع الامريكان تحاولوا في الباب يبيعوا لك ب 50. اعذار القائمين على الاداره في بلديه سيدي راشد تبقى غير منطقيه، خاصه وان الولايه تعتبر من كبرى المدن الجزائريه، والاعذار المقدمه لا تخدم مسار الاداره الجزائريه الساعية للقضاء على البيروقراطية والطوابير.